بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد اشرف الخلق وامام المرسلين. هنتكلم النهارده ان شاء الله، يعتبر في اول حصه في البرمذيرا. عشان نكون فاهمين البرمذيرا بيحكي في ايه، لازم اكون عارف اصلا البرمذيرا مجال عمله ايه. المشروع عندنا في البدايه كده، بس بسرعه نحكي حكايه بسيطه. المشروع بينقسم الى ثلاثه اجزاء: بروجكت ستادي، وبعدين البلاننج، وبعدين الكنترول. ده في نظر الكلام ده. بروجكت ستادي اللي هو عباره عن ايه؟ المقاول بيروح يشتري كراس الشروط والمواصفات، قائمه حصر الكميات والرسومات، ويجيب النسخه دي كلها من المالك. وما هو اللي عليه انه يدرسها عشان يحط مين؟ سعر. ويقدم السعر ده لمين؟ للمالك. والمالك ما هو عليه ان هو يفاصل، او بمعنى اصح يفاضل ما بين المقاول ده وده وده وده، عشان يختار اقل مين؟ اقل سعر. طب علشان يختار اقل سعر، المقاول كده هو بيقدم العطاء للمالك، فاهم ان السعر اللي حطه ده لازم عشان يكسب يكون اقل سعر، صح؟ بس علشان المقاول يعمل سعر المشروع بتاعه، لازم يكون فاهم برضو انه لازم السعر بتاعه ده يحقق هدفين بالنسبة له. اول هدف انه المشروع بتاعه او السعر اللي هو حطه يكون اقل سعر عشان يقدر يفوز بالعطاء. تاني حاجة، عشان يبقى اقل سعر يبقى يخسر؟ لا، ده عايز اقل سعر ده يحقق له ربح مرغوب فيه. وبالتالي الموضوع ما بيجيش زي ما انت متخيل، انا المشروع ده هخش وهاخد فيه 500,000، يا ده انا بقى هاخد فيه 300. فاهمين معايا؟ الموضوع مش عند، الموضوع عبارة عن ايه؟ دراسة. ازاي تطلع لنا برايس بتاع المشروع؟ عشان يطلع سعر المشروع بيعمل حاجة اسمها كوست استيميت. تقدير مين؟ تقدير تكاليف. هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الدورة بإذن الله تعالى، عشان نعرف بيعمل ازاي كوست استيميت بالظبط. بيعمل كوست استيميت ويقدر تكلفته. بعد ما بيقدر تكلفته بالكامل، بيطلع من تقدير التكاليف بحاجتين رئيسيتين هنحكي فيهم بعد كده: الديوريشن فور اني اكتيفيتي، الديوريشن او زمن تنفيذ كل بند او كل نشاط من انشطة المشروع. رقم اتنين، بيطلع بالدايركت كوست بتاع كل نشاط، اللي هي عباره عن ايه الدايركت كوست؟ ليبر كوست، اكويبمنت كوست، ماتيريال كوست، سب كونتراكتور كوست. صح الكلام؟ قدر يطلع بالكلام ده، بس قدر يطلع بيه كدايركت كوست. طيب المشروع هياخد منه زمن قد ايه؟ هي دي بقى اللي هتوقفه. زمن قد ايه؟ يبقى لازم يعمل حاجه اسمها مين؟ بلاننج. بلاننج ده هو عباره عن ايه؟ كلمه بلاننج، لان في ناس كتيره بتختلط عليها الامر في الفرق بين كلمه بلاننج وكلمه سكيدجولينج. سكيدجولينج اسمها بالعربي جدوله زمنيه، بلاننج اسمها تخطيط. طب فرق الاثنين ايه في نظرك؟ ها؟ هقول لك انا فرق الاثنين ايه سريعا كده. صل على النبي. لما اقول لك تخطيط، زي لما اقول لك دلوقتي انت بعد ما تخلص معايا هتعمل ايه؟ هركب المواصلات، هروح، اكل لقمه، اصلي، اقعد اذاكر الحصه، هطلع اخرج شويه وارجع تاني، وبعد كده ابقى انام في اخر الليل. صح الكلام؟ هل انا طالبتك دي بكام ودي بكام ودي بكام كوقت؟ ما طالبتش، صح؟ طب لما اقول لك بقى اعمل لي سكيدجولنج للتخطيط ده، هتقول لي هخلص معاك الساعه 8 مثلا. انتوا معايا؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ هروح في البيت، هكون في البيت على 9، من 9 ل 9 ونص انا قاعد بتغدى، هاكل نص ساعه، هاكل البيت كله. صح الكلام؟ تمام؟ تمام معايا؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني مسك كل تاسك من اللي رتبهم دول كسيكونس، وبدا يحط لهم مين؟ تايم. يبقى تخلي بالك ان البلاننج ما هي الا عباره عن سيكونس اوف ورك، عمليه مين؟ ترتيب الشغل. وكل ما كنت مرتب بشكل اكثر، كل ما كان مشروعك هيتنفذ في وقت اقل. لكن كلمه سكيدجولينج معناها جدوله زمنيه، خطط وحط الزمن عشان يعرف هينفذ في قد ايه ويخلص في قد ايه. مين اللي هيعمل الكلام ده بقى؟ البريمافيرا. انت هتعمل له عنده جوه مين؟ الترتيبه، مين قبل مين ومين بعد مين زي ما هنعمل النهارده. وبعد كده هو ما عليه ان هتحط له الزمن برضه، وتحط له تكلفه كل بند من بنود المشروع كام. والباشا بعد كده هيعمل لك ايه بقى؟ تعالى لي. انت عايز تعرف هتصرف كل كام كل شهر؟ هطلع لك هتصرف كام كل شهر. عايز هتشتغل في مين بالظبط كل شهر؟ هحط لك هتشتغل في مين بالظبط كل شهر. طيب عايز تعرف انت محتاج عماله قد ايه كل شهر؟ هجيب لك. محتاج معونات قد ايه؟ هجيب لك. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟
يعني برامافيرا مش هو المشروع، برامافيرا جزء بسيط من المشروع، لازم تكون متحضر له قبل كده الاعمال كلها مانيوال. يعني ايه؟ ما هو البرامافيرا بحط له الزمن، جاب الزمن بتاع الحفر، سي هقول له الحفر ب 10 ايام، جاب ال 10 دي منين؟ مش من دماغه، انت حطها له بايدك. فاهم معايا قصدي ايه؟ لما جاب ال 10 دي بايدك اللي انت جايبها، انت جايبها منين؟ اه اصل انا كانت معايا كميه الحفر، وكان معايا معدل انتاج الحفار اللي شغال، ومعايا انا جايب كام حفار؟ جايب واحد ولا اتنين ولا تلاته، وبالتالي كنت بطلع الديوريشن طبقا لمعدلات الانتاج، ها، وكميات بتاعت مين؟ البند. اصل خلي بالك الحفر ده ممكن يكون قصص بقى في تربه صخريه، يبقى هيشتغل بجاك هامر، يبقى الوقت موضوع تاني، او معدل انتاج مختلف، تربه طينيه لا ده موضوع اخر، تربه رمليه لا ده موضوع اخر. الله، يعني معنى كده ان توصيف البنود شخصيا بيفرق مع المقاول ولا ما بيفرقش؟ بيفرق، لان توصيف البنود بيفرق معاه في الميثود اوف كونستراكشن، الطريقه اللي هيتنفذ بيها. فاهمين معايا قصدي ايه؟ واضح يا جماعه؟ تمام. يبقى معنى كده ان انا كوني بعمل برمافيرا، انا بعمل بلاننج مبني على حسابات انا عملتها قبل كده. اتفقنا؟ تمام. فلما اجي اتكلم في البرمافيرا هنشتغل في البرمافيرا 6R.3.83. عشان اشتغل على برمافيرا لازم اكون فاهم حاجه، عندي حاجتين في قمه الخطوره لازم اكون عارفهم. الحاجتين دول كالتالي، انا كبرت شويه عشان كلنا نشوف اهو. اول حاجه عندي مين؟ لفظ اسمه اي بي اس، ولفظ تاني خطير جدا اسمه الاو بي اس. طبعا لو انت شغال في مشروع تخرج فانت مرغم تعمل للشركه اللي انت بتعمل لها المشروع بتاعها الاو بي اس والاي بي اس. يعني ايه او بي اس؟ يعني ايه اي بي اس؟ اي بي اس معناها انتربرايز بروجكت ستراكشر. ما معنى انتربرايز بروجكت ستراكشر؟ معناها الهيكل التفكيكي لمؤسسات الشركة. تاني أقول، الهيكل التفكيكي لمين؟ مؤسسات الشركة. الشركة بتاعتك دي زي مثلا زي المقاولين العرب، مقاولين العرب دي مش لها الفرع الرئيسي في الجبل الأخضر في القاهرة؟ صح الكلام؟ تمام. بعد كده مش لها أفرع تانية في كل محافظة؟ طب كل محافظة مش في فرع رئيسي؟ وبينزل تحت الفرع الرئيسي ده أفرع تانية موجودة فين؟ في المراكز او الاقسام بتاعت المحافظه دي. ده ممكن كمان يكون لها افرع في قرى، حاجات فايتال بقى حيويه شويه. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يعني معنى كده بفكك الشركه الاقل اجزاء ممكنه على الاطلاق. دي اللي هي معنى كلمه مين؟ انتربرايز بروجكت ستراكشر، على نفس البرانش او نفس المستوى بتاعها بالظبط، نفس الليفل. في عندي حاجه اسمها مين؟ او بي اس. باختصار ايه الاو بي اس؟ organizational breakdown structure. دي الهيكل التفكيكي بقى، بس مش للمؤسسات، دي للمسؤوليات الموكله لهذه المؤسسات. انا عندي المبنى الرئيسي بتاع المقاولين العرب وليكن، ده له رئيس مجلس اداره. فاهم معايا قصدي ايه؟ فرع في الزقازيق ده له مدير مشروعات، فرع الزقازيق تحت ايده مدير مشروعات في المكان الفلاني. الله، يعني معنى كده ان كل فرع في الاي بي اس يرأسه مدير في مين؟ في الاو بي اس. يبقى خلي بالك ان برمافيرا ما بيتعاملش مع بروجكت، مش بيتعامل مع مشروع، ما بيتعامل مع مين؟ مع كومباني ويز اتس بروجكتس، مع شركه بمين؟ بمشروعاتها. واضح معايا انا قصدي ايه؟ يعني مش بتكلم بقى ان انا هعمل مشروع طريق، لا ده انا ممكن اعمل طريق ونفق وكوبري ومباني سكنيه، كل ده تحت شركه واحده اسمها المقاولين العرب، واعمل شركه كمان اسمها مثلا حسن علام، واحط جواها مين؟ مشروعاتها وحاجتها وحالها ومالها. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يبقى اللفظين دول في قمه الخطوره عندنا فين؟ في البرمافيرا، لازم نكون فاهمينهم اي بي اس ومين؟ واو بي اس. فهمنا انا قصدي ايه؟ تمام. حتى لو فتحت عندك المذكره ومشيت معايا زي ما انا ماشي، هتلاقي عندك ده شرح الاي بي اس بصفحه 10 وصفحه 11. ده الاي بي اس، الهيكل التفكيكي للمشروعات مين؟ الشركه. لو جينا نبص دي شركه وليكن كده عاملينها بسيطه اهي، سميناها شركه المقاولات مين؟ العامه. نزل تحتها فرعين، الشركه دي كانت تحتها فرع في الصعيد وفرع في مين؟ ها؟ في القاهره. صح؟ تمام. طب ركز لي بقى، مشروعات فرع الصعيد دي كان تحتها مشروعات فيها مين؟
مرافق عامه زي الطرق ومين مشرافق عامه، ومين مشروعات مين انفراستراكشر، مرافق عامه زي ايه حاجات خدميه، مستشفيات، مساجد، فاهمين معايا انا قصدي ايه، محاكم، كنايس، كل الكلام ده يعتبر بالنسبه لي ايه، مدارس، كل الكلام يعتبر خدمي. خدمي ده اسمه نون ريزيدنشال بيلدينج، مباني مرافق عامه. انما الكباري او الطرق او الانفاق، الكلام ده كله بنسميه عندنا يا جماعه بالعربي بنيه تحتيه، بالانجلش انفراستراكشر بروجكتس، صح الكلام؟ تمام. كانوا عندهم مشروعات سكنيه برضو فرع الصعيد، فرع القاهره ده كان فيه مشروعات سكنيه، وكان فيه محطات ميه، وكان فيه مشروعات مين؟ مرافق. معايا في الكلام ده؟ ده كده يعتبر اي بي اس الشركه عايزين نعمله على البرنامج. بس لو لاحظتوا حاجه، معلش، الاي بي اس ده جه ازاي؟ جه على ليفل واحد ولا على كذا ليفل؟ على كذا ليفل. افهم معايا بقى من هنا ورايح، عشان ده البرامافيرا، ده اساس البرامافيرا. البرامافيرا شغال على بليفلز، بياخد الليفل الرئيسي وينزل منه على ليفل اقل، ثم على ليفل اقل، ثم سب ليفل، ثم سب ليفل، ثم سب ليفل، لحد لما يوصل لاقل ليفل ممكن. اللي تحته على طول بيدرج مين؟ مشروعاته. معايا؟ كما لو كان بالظبط الناس بتحب تسميه ريفيرسابل تري، يعني شجره مالها مقلوبه. يعني ايه شجره مقلوبه؟ الجذع فوق اهو، وبعد كده نزل منه فرعين، وكل فرع نزل منه افرع. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ في ناس تانيه زي ما برمفيرا عاملها بقى، زي ما برمفيرا بيشتغل، برمفيرا بيفترض الشكل ده. بصوا معايا كده، كما لو كان شكل مين؟ بيراميد، هرم. ما هو فعلا الكلام ده هرم، الراس فوق، حلو، هنا مستوى، هنا مستوى، هنا مستوى، لحد لما ينزل على مين؟ على الارضيه خالص، اللي هو اقل مستوى او اقل ما يكون. فهمتوا معايا انا قصدي ولا ما فهمتونيش؟ وضحت؟ تمام. طب ده كده كان الاي بي اس. طب لو دخلنا على الاو بي اس، قال لك ده الهيكل التفكيكي والتنظيمي لوظائف مين؟ الشركه. طبعا انا هبقى اديكم بعد كده ان شاء الله حاجات كتيره زي كده، ازاي اتعملت وازاي تتنفذ، عشان تبقى معاكم وعي في الكلام ده. طيب الاي بي اس زي ما كان، او بي اس بقى زي ما كان في الاي بي اس، الفرع الرئيسي كان فيه مدير لمقاولات شركه المقاولات مين؟ كان فيه فريق، كان مدير مشروعات لفرع الصعيد، مدير مشروعات لمين؟ ده كان تحته مرافق عامه ومين؟ مشروعات طرق وكباري وسكني، على طول مدير مدير مدير. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ وضحت يا جماعه ولا ما وضحتش؟ يبقى الكلام ده بالنسبه لي ما هو الا عباره عن ان لو كنت بنشئ شركه على مين؟ على البرنامج. فيها مشكله؟ تمام. تعال بقى نفتح برمافيرا ونشوف هنوقع الكلام ده ازاي عليه شخصيا. نبدا توكلنا على الله. هنيجي بقى من عندك هنا اهو، برمافيرا بينزل معايا. طبعا هو نزل معايا كده عشان انا شغال بيه كتير. طب انا لو ضغطت هنا كده اهو على البرامج بتاعتي، هو بيكون نازل معاك برمافيرا الجديد، بس مش برمافيرا، نازل باسم مين؟ الاوريكال داتا بيز، بما انه معمول بلغه الاوريكال يا جماعه. طبعا ديت اعلى برنامج في شغل مين؟ الاكونت، عمليه المحاسبه. اللي عارف اوريكال ده يعني كانه واخد بي ام بي في مين؟ في الهندسه. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ تمام. افتح ده كده، في عندي هنا اختيار في الاوريكال دي جواها، ثواني، اهي ده البي مينها؟ البي 6. في عندي هنا مين؟ بي 6 بروفيشنال مين؟ ار 8 3 2. حلو قوي. ده اختصارات هم عاملينها له مش اكتر، يعني كما لو كان اسم الفيرجن كده خلاص، تبقى خاصه بالشركه نفسها بتاعت المصنعه يعني. طيب صلى على النبي. البرنامج ده يعتمد على لوجن نيم وباسورد. اللوجن نيم هو نفس الباسورد ادمن، بس انا صراحه انا مغيره لنفسي. طب هتغيره ازاي؟ هبعلمك تغيره ازاي واحنا شغالين بقى جوه البرنامج شخصيا بعد كده. المهم اهم حاجه التركيز في اوله كده قبل ما اخش البرنامج. البرنامج سهل، البرنامج سهل، ومش سهل بس، سهل جدا كمان، بس محتاج انك تعمل عمليه مين؟ تريننج بس عليه، يعني مشي ايدك. دي رقم واحد. رقم اتنين، كنترول زد في البرنامج ما تعتمدش عليها. عملت كنترول زد ممكن يرجعك الخطوه اللي انت عايزها. مزعل حد هيروح مرجعك 20 خطوه. خانق اتنين تلاته اصحابك هيحذف المشروع كله. والله زي ما بتكلم بجد، ما تعتمدش انك تعمل كنترول زد. يعني اعتمد ان الخطوه اللي تعملها ما ترجعش فيها.
او عملتها ارجع احذفها، لكن ما تدوسش كنترول زد. معايا الكنترول زد في البرنامج اتفقنا على ايه يا عم عماد؟ بالنيه. خلاص تمام، يعني لو النيه خالصه يا جماعه خلاص كمل وخش، مش خالصه لا استنى اقف. ده البرنامج من جوه كده زي ما حضرتك شايف معايا. طبعا بيختلف كليا وجزئيا في شكل الايقونات عن برنامج 6 اللي كان قبله. ده يعني ايه؟ حاجه محترمه شويه، يعني ادفانسد شويه. انا دلوقتي الشاشه المفتوحه قدامي مش اسمها شاشه مين؟ البروجكتس، المشروعات. واضح الكلام؟ ما نمسش اي حاجه خالص. انا هطلع حاليا على قائمه مين؟ انتربرايز. معايا كده خلاص؟ في هنا اختيار اسمه ايه؟ انتربرايز بروجكت مين ستراكشر، وراسم جنبه على فكره الهرم عشان يفهمك ان ده شغال على مين؟ مستويات. اروح مختار انتربرايز بروجكت ستراكشر. عايز ابدا انشئ مين؟ شركه. انشئها ازاي؟ تعالى معايا كده بهدوء بقى ونشوف هنعملها ازاي. هنكمل هنا بس شويه كده لحد لما نشوف المشكله اللي في اوقفاتي دي حصل فيها ايه. طيب انا بعد المفروض ما بعمل اي بي اس واو بي اس بعمل بقى البروجكت بتاعي. فانا رايح انشئ البروجكت بتاعي، خلي بالك بقى الحته دي في قمه الخطوره عندك بقى، الا وهي مين؟ الورك بريك داون ستراكشر اللي هي الدبليو بي اس. كده انا عندي كام لفظ لحد دلوقتي قلتهم؟ ثلاثه. في اي بي اس صح كده اهي، في او بي اس، وفي دبليو بي اس. ركز ان الاثنين دول بيتعاملوا مع المستوى الاكبر من المشروع بكتير. دول بيتعاملوا مع مين؟ مع الكومباني، الشركه. انما ده بيتعامل مع مين؟ مع بروجكت. يعني ايه دبليو بي اس؟ ورك بريك داون ستراكشر، هيكل تفكيك المين للمشروع. المشروع بتاعي ده بقى عباره عن ايه بالظبط؟ طبعا ده بيختلف بقى كليا وجزئيا عن مين؟ بيختلف كليا وجزئيا. دبليو بي اس بتاع مبنى، عن دبليو بي اس بتاع كوبري، هنتكلم في الحاجات دي واحنا شغالين وهديها لكم. عن دبليو بي اس بتاع مين؟ طريق. عن دبليو بي اس نفق. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ كل واحده من دول لها مين؟ دبليو بي اس مختلف عن الثانيه. طب ما تيجي كده نتكلم ونشوف دبليو بي اس المبنى اللي انا عايز اشتغل عليه شكله ايه؟ تعالى نشوف مع بعض. تمام، اصل خلي بالك المشروع بيجي لك كمقاول عباره عن ايه؟ قائمه حصر كميات. كل ما هو عليك انك بتكسر قائمه حصر الكميات دي لمين؟ لانشطه. بتكسر قائمه حصر الكميات لانشطه، ان قائمه حصر الكميات جايه لك كايه؟ كبنود ايتمز. انت ما هو عليك انك تعمل لها مين؟ ورك بريك داون ستراكشر، تكسرها كمين؟ كاكتيفيتيز. طب تعالى نشوف يلا. بص معايا يا سيدي. لو جينا اتكلمنا على ان المشروع بتاعنا ده هنسميه وليكن مين؟ بروجكت اي. ادي مشروعنا عباره عن مين؟ ها؟ بروجكت اي ده. بروجكت اي ده لو اتفقنا ان هو عباره عن فيلا عباره عن دورين. خلاص؟ طب ايه الاعمال اللي ممكن تكون موجوده في الفيلا الدورين؟ تعالوا بهدوء ونشوف. اول حاجه عندي مين؟ موبلايزيشن مين؟ وورك. يعني ايه موبلايزيشن وورك بالعربي؟ موبلايزيشن دي معناها بالعربي تعبئه. بس بالنسبه لنا احنا هنسميها اعمال تعبئه وتجهيز الموقع. يعني الموقع بتاع المشروع ده عايز يتجهز. ايه اللي هيتعمل فيه؟ هنشوف كمان شويه. طيب يبقى موبلايزيشن عباره عن اعمال مين؟ تجهيز الموقع. سب ستراكشر وركس دي اعمال ايه؟ اعمال ما تحت الارض، اللي هتشتغله كله تحت الارض. اكيد انا قصدي شغل مين؟ فاونديشن، مش كده؟ بس خلي بالك اعمال ما تحت الارض فيها حاجتين، سويل وركس ها وكونكريت وركس. سويل وركس مقصود بها مين؟ اعمال الخرسانات، اسف، اعمال مين؟ الترابيه. يعني ايه اعمال الترابيه؟ قول لي بسرعه كده. حفر، ردم، صح؟ هنقولهم بالتفصيل دلوقتي، انا لسه هتكلم ان ديتيلز. طيب اللي بعده عباره عن مين؟ كونكريت وركس. كونكريت وركس اللي عندك تحت الارض عباره عن ايه؟ خرسانات عاديه وخرسانات مين؟ مسلحه القواعد، صح الكلام؟ طب حلو قوي، اطلع انا بقى فوق الارض،
بتكلم في سوبر استراكشر مين؟ وورك. تفهمين معايا انا بعمل ايه؟ انا بكسر المشروع اهو بقى، انا كده بكسره سوبر استراكشر وورك. ما هو ما ينفعش تقول المشروع هيبقى كذا، لا كسر وفتت خالص وامسك كل حته صغيره، طلع التفاصيل بتاعتها وبعد كده جمع واجمل واعمل اجمالي زي ما هعلمكم بعد كده. طيب سوبر استراكشر وركس دي عباره عن ايه؟ السوبر استراكشر وركس دي اعمال ما فوق الارض. انا عندي كام دور اتفقنا؟ دورين. يبقى عندي في جراوند فلور اهو وفيرست مين؟ فيرست فلور. طيب اي دور في الدنيا ايه الاعمال اللي فيه في وجهه نظرك مهما كانت؟ خرسانه وتشطيبات بس، شكرا. يبقى معنى كده الجراوند فلور وركس ايه اللي تحت مباشره؟ كونكريت وركس وفينيشنج وركس بنفس التكنيك. الفيرست فلور ورك تحته مين؟ كونكريت وفينيشنج. يعني لو انا عندي 100 دور، ال 100 دور كل اللي فيهم برضو خرساناته مين؟ هتيجي تقول لي ما اصل في تكييف مركزي، اصل مش عارف في عمل، كل الكلام ده فينيشنج. معايا يا جماعه؟ تمام. طبعا الفينيشنج بيبدا من اول ايه؟ من اول الطوب. اول ما يضرب اول طوبه كابونه في الدور افهم ان كل دخل في الفينيشنج. واضح معايا انا قصدي ايه؟ طيب تمام. ما تيجي كده بقى نفتح الصفحه اللي بعدها ونشوف. تعالى موبيلايزيشن دي زي ايه بقى ممكن تكون؟ موبيلايزيشن زي ايه ممكن تكون الموبيلايزيشن؟ قال لك رقم واحد ممكن تكون زي الكليننج اند ليفلنج. يعني ايه كليننج اند ليفلنج؟ اعمال تسويه ونظافه مين؟ الموقع. في مين كمان؟ فيكسنج ذا فينس اللي هي تركيب مين؟ السور حوالين الموقع. ما كل ده جهازات ممكن تكون عباره عن مين؟ موبيلايزيشن بتاعت مين؟ الاكويبمنت، نقل المعدات للموقع. دي برضو بالنسبه لي تعتبر حاجه. ايه كمان؟ سبلاي اند الاركشن السايت مين؟ اوفيسز، تركيب مين؟ الكرفانات اللي هي مكاتب المهندسين ومين؟ والعمال، وبيسموها كرفانز يا جماعه. عارفين كلمه كرفان دي معناها ايه؟ على فكره كلمه كرفان دي اصلا مش عربي، ده انجليزي. الكلمه اصلا اسمها انجليزي بس احنا في مصر مشيناها عربي. يقول لك الكرفان. لا الكلمه دي اصلا انجليزي. تعرفين معناها ايه بالعربي اصلا؟ ها؟ قافله. كرفان دي معناها بالعربي قافله. وجايه من كلمه قافله ليه بقى؟ لان المواجهات المؤقته بيركبوها كل شويه في مشروع ويفكوها ويركبوها في مشروع تاني. فكما لو كانت قافله يعني ايه؟ يعني بتحط في مكان وبتطلع تقوم تحط في مكان تاني. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ فدي معنى الكلمه شخصيا لما تكون عايز تفهم بقى. كلمه كرفان معناها قافله. واضح كترجمه بالعربي. طيب تعالى ايه كمان ممكن يكون معاك غير الحاجات اللي انا حاططها دي؟ ما تيجي نفكر مع بعض. الميزانيه الشبكيه. عادي اعمل ميزانيه شبكيه قبل ما يبدا. دي تجهيز موقع ما يقدرش المقاول يتحاسب عليها. صح الكلام؟ ايه كمان؟ المقاول عايز يعمل جسات. لا دي ووترنج. لا المقاول عايز يعمل جسات. الجسات دي بالنسبه له تعتبر ايه؟ برضو عملت تجهيز موقع. ما عشان عايز اتاكد ان البيلنج كاباست اللي معاه في البتاع ده او طبقات التربه اللي هم قايلين له عليها في قيمه حصر الكميات صح ولا غلط. ما ممكن يحفر، كانوا قايلين له ان هي رمل، حفر لقاها صخر لبس في الحيط. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يبقى عايز يتاكد في البدايه الوضع شكله ايه. فاهمين معايا انا قصدي ايه يا جماعه؟ يبقى ده بالنسبه لاعمال مين؟ الموبيلايزيشن. اللي انا عملت تحت الموبيلايزيشن ده اسمه ايه بقى دلوقتي؟ الانشطه اللي قلتها دي اسمها اكتيفيتيز. دي اسمها اكتيفيتيز. لكل واحد من دول ريسورس ولكل واحد من دول كوست. انتوا معايا؟ طيب تمام. ركز معايا بقى وصلي على النبي. سب استراكشر وركس قلنا في مين؟ قلنا في سويل ورك وقلنا في مين؟ ها كونكريت ورك. لو مسكنا اول حاجه السويل وركس الاعمال الترابيه زي ايه كده بنتكلم مع بعض؟ الاكزكيفيشن الحفر. زي مين كمان؟ باك فيلنج الردم. ما احنا قلنا الجسد تبع مين؟ موبيلايزيشن تجهيز الموقع. فاهم معايا انا قصدي ايه؟ لان المقاول مش هيتحاسب عليها، بيعملها لنفسه. طيب ايه كمان؟ العزل انستوليشن او ايزوليشن، الاثنين بنفس المعنى. ايه كمان؟ ايه يا جماعه تاني؟ طبعا اعمال ترابيه يا جماعه، او بدخله في صنف الاعمال الترابيه تصنيفتها. الله ينور عليك. السويل ريبليسمنت. سويل ريبليسمنت الاحلال، تربه الاحلال، مش دي تعتبر اعمال ترابيه؟ ايه كمان؟ الباشمهندس سالتها من شويه، دي ووترنج، اعمال نسح المياه الجوفيه. كل الكلام ده بيخش معايا كما لو كان اعمال تحت مين؟ السويل وركس. هتيجي تقول لي دول كلهم هيبقوا في مشروعي؟ لا، مين اللي قال لك كده؟ انت معاك قائمه حصر الكميات واللي فيهم
هتستخدمه اللي ما فيهمش خلاص. انا ما عنديش ميه جوفيه احط دي ووترنج ليه؟ فاهمين معايا قصدي يا جماعه؟ طب تمام، لو جينا بعد كده على مين؟ الكونكريت وركس بتاعت القواعد. عباره عن ايه بقى الكونكريت؟ انا بعمل قواعد عاديه، قواعد مين؟ مسلحه. استناني بقى، القواعد العاديه بتجي لك ازاي في قائمه حصر الكميات؟ بالمتر المكعب خرسانه عاديه لزومي القواعد، وليكن 200 متر مكعب خرسانه عاديه. انت وانت بتنفذها كده خرسانه عاديه ولا بتعملها على خطوات ستيبس؟ خطوات صح. اول خطوه ايه؟ شده خشبيه، مش صح الكلام؟ تاني خطوه بصب، تالت خطوه افك الشده. فاهمين معايا قصدي يا جماعه؟ يعني معنى كده ان هي كانت جايه لك في قائمه حصر الكميات ايتم انت هتكسره لمين؟ اكتيفيتيز، انشطه. وضحت؟ يبقى بروح اعمل لها مين؟ شاترنج بليس بلين كونكريت فوتنج. شاترنج البلين كونكريت فوتنج، شاترنج دي بتساوي كلمه فورم وورك. شاترنج معناها شده خشبيه. انتوا معايا كده خلاص؟ طيب الكلمه اللي بعدها عمل الشده، بعد كده هيعمل ايه؟ هيصب. صب اسمها ايه؟ ثلاث اسماء بقى. طبعا انا مش هشتغل معاكم عربي خالص في الحوار ده، خلينا دايما شغالين انجلش، عشان ده البرامج دي معموله انجليزي، فلما اشغلها بلغتها هتديني امكانياتها بالكامل. معايا يا جماعه؟ تمام. تاني حاجه البليسنج، لها اسم تاني بورنج، بي تقيله، او يو ار اي ان جي، بورنج. ايه كمان؟ كاستنج، سي اي اس تي اي ان جي، كاستنج. يعني ايه كاستنج بالعربي؟ صب، او ما اسمهاش صب بقى، الترجمه الاصليه بتاعتها بيطلقوها دايما على سباكه المعادن، فقليل جدا اللي بيستخدمها في مين؟ في شغل البلاننج. يقول لك كاستنج البلين كونكريت فوتنج، او كاستنج الار سي فوتنج. الكلمه دي معناها صب فعلا، بس قصدها صب مين؟ صب المعادن. ما هو المعادن فعلا بتصب جوه قوالب وكلام زي كده، بيسموها سباكه. صح الكلام؟ تمام. طب كده العاديه خدت معايا كام نشاط؟ ثلاث. طب لو مسلحه في نظرك هتزيد مين؟ هتزيد الحداده. بالظبط كده. يبقى معنى كده المسلحه عندي كام نشاط؟ شاترنج. خلي بالك ان شاترنج شده، دي شاترنج فك الشده. يبقى شاترنج مالها يا جماعه؟ شده. دي شاترنج مالها؟ فك الشده. كلام جميل. يبقى معنى كده اللي بعدها شاترنج ار سي فوتنج، ستيل فيكسنج الار سي فوتنج، بليسنج الار سي فوتنج، دي شاترنج الار سي فوتنج. الله، ايه اللي انت عملته ده؟ انا كده كسرت مين؟ الايتم لمين؟ لاكتيفيتي، عشان اعرف بعد كده اطلع التكلفه صح. طب انا لما اجي اعمل الشده الخشبيه محتاج خشب قد ايه؟ العمال اللي هجيبهم معدل انتاجهم قد ايه في اليوم؟ فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ اقدر من دي ودي اقدر اجيب الزمن واجيب التكلفه. طب جبت تكلفه وزمن الشاترنج بتاع البي سي فوتنج والبليسنج البي سي فوتنج ودي شاترنج البي سي فوتنج، لو جمعتهم على بعض يدوني مين؟ البند بتاع الخرسانه العاديه بتاعتك اللي انت قلت عليه. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يقدر ساعتها من اول بقى يحط سعر في مين؟ في المتر مكعب خرسانه عاديه في قائمه حصر الكميات بتاعته. معايا يا باشمهندسين؟ والمتر المكعب اللي هيحطه ده كده كسعر كسبان فيه ولا خسران؟ لا طبعا لازم يكون كسبان. يبقى حط الموضوع عن دراسه وليست اعتباطا، اي حاجه والسلام. فاهمين معايا قصدي يا جماعه؟ طيب تعالى نكمل، صلي على النبي. يبقى اللي عايز اقوله لك قبل ما اكمل ان انا عندي في حاجه اسمها الدبليو بي اس وحاجه اسمها مين؟ الاكتيفيتي. دبليو بي اس دي اللي كلمه كونكريت وركس، تحتها تم ادراج مين؟ اكتيفيتيز. يبقى لازم تكون فاهم واعي ان الدبليو بي اس او الاكتيفيتي از ابارت فروم الدبليو بي اس. الخوازيق تخش معاك فين؟ تخش معاك في اعمال مين؟ في اعمال اللي هي في السويل ووركس، لان الخوازيق بتتم قبل مين؟ بتتم قبل عمليه الحفر. واضح الكلام؟ لانه بيحفر القواعد لسه. ما هو الخوازيق يا اما تتصب بطريقتين، يا اما دريفن يا اما مين؟ يا اما بورد. ومعايا انا حته ريبورت جميل قوي في الخوازيق لو انتوا عايزين تستفيدوا فيها. ريبورت خطير معمول باوربوينت كمان، ممكن تستفيدوا بيه. طيب تعالى بقى نكمل مع بعض. طيب السوبر ستراكشر ووركس بقى، الصفحه اللي بعدها بقى. السوبر ستراكشر ووركس دي الاعمال اللي فوق الارض. عندي اعمال مين؟ ها؟ جراوند فلور ووركس وفيرست فلور مين؟ ووركس. صح ولا انا غلطان؟ طب الجراوند كان تحته كام حاجه كنا قلنا؟
خرسانات تشطيبات. تمام، الله ينور عليك يا هندسه. تمام، خلي بالك انا ممكن كمان اعمل جنب دول حاجه اسمها الفيسنج، الواجهات، وافصل تشطيبات الواجهه بالكامل عن تشطيبات المبنى، لان المتعارف عليه انه ما ينفعش يشتغل في الواجهات الا لما يخلص مين المبنى بالكامل. واضح كلامي؟ لان تشطيب الواجهه دايما دايما بيجي من فوق لفين؟ لتحت. تشطيب الواجهه الافضل فيه دايما انه بيجي من فوق لمين؟ لتحت. فلازم عشان يجي من فوق لتحت يكون مخلص مين؟ المبنى. هنناقش مع بعض حوارات بقى البلاننج، ومين يجي قبل مين ومين بعد مين، عشان دي قصص كبيره جدا هنتكلم فيها مع بعض. طيب تعالوا بهدوء كده ونكمل. الدور الارضي في نظرك خرسانات، وهو ايه الخرسانات اللي في الدور الارضي او اي دور عامه؟ الاعمده والسقف. شكرا. والسلم بيبقى نص مع العمود ونص مع السقف، صح الكلام؟ طب تمام. طب تعالى نشوف مع بعض. بص يا باشا، اعمده، انت قلت ايه؟ اعمده خرسانه مسلحه ولا عاديه؟ يبقى باربع انشطه على طول زي ما انت شايف قدامك. شاترنج، ستيل فيكسنج، بليسنج، دي شاترنج، ار سي فوتنج او ار سي كولمز، اسف. انتوا معايا؟ طب لما اجي اخش على مين؟ على السقف. السقف عندي كام حاجه؟ على طول اوتوماتيك اربعه برضو. شاترنج، ار سي سلاب، ستيل فيكسنج، ار سي سلاب، بليسنج، ار سي سلاب، دي شاترنج، ار سي سلاب. طيب ده كده كان بيتكلم في مين؟ في الخرسانات. خلي بالك ان ممكن احط في اعتباري نشاط بيتكلم في مين؟ في الكيورنج، اللي هي مين؟ المعالجه. وما هو لازم بعد ما يصب الخرسانه لازم اوتوماتيك تاني يوم يبدا يرش. ليه بيرش ميه يا جماعه؟ عشان بيتم اماهه الخرسانه او الاسمنت، بيبدا ان الاسمنت لازم 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 يكمل التفاعل بتاعه. عشان يكمل التفاعل بتاعه لازم ادخل له مين؟ ادخل له ميه. افرض ما عملش المعالجه، مش ده امر وارد؟ بتلاقي اوتوماتيك السقف ده طول عمره تعبان، طول عمره تعبان. اول ما السقف ده ما بيتعالجش بعد اسبوع بتلاقي شروخ تنميليه على سطح مين؟ الخرسانه من فوق. ده ليه؟ اصل الخرسانه بدات تتشقق لان الاسمنت ما خدش كامل مين؟ التفاعل بتاعه. يبقى خلي بالك، عايز اقول لكم على حاجه مهمه. انتوا عارفين المعالجه دي اهم من الصب شخصيا. المعالجه دي بتبقى اهم من الصب شخصيا. معالجتش تعرف ان انت عملت ده كله ملوش لازمه. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يبقى لازم عمليه مين؟ المعالجه. وفي حته كمان مهمه جدا خلي بالكم، قبل ما اصب، قبل ما اصب لازم ما ارش الخشب بتاع الشده ميه واغرقه. ليه؟ الخشب ده من اهم العناصر المتعطشه للمياه بشكل غبي. اول ما تحط الخرسانه بيبدا يسحب الميه اللي في الخرسانه ويمتصها. ما هو بيبقى عامل رطوبه. اول ما يسحب الميه دي، الميه بتاعت مين؟ بتاعت الاسمنت. دي ميه الاسمنت اللي هيبدا الاسمنت يتفاعل بيها. طب كونه ما تفاعلش، معنى كده هيحصل برضو مين؟ مشاكل. يبقى دايما الشده الخشبيه لازم تترش قبل مين؟ قبل الصب. تترش لما تشرب وتورم ميه، علشان بعد كده لما تيجي تعمل الشغل بتاعك ما يحصلش عندك مين؟ مشاكل. طيب ده كان بالنسبه للخرسانات، صح؟ طب لو دخلنا بايدينا بقى على التشطيبات، واتفقت معاك ان التشطيبات بتبدا من اول كلمه مين؟ الطول. اتفقنا؟ طب تشطيباتك هنا كانت زي مين بقى؟ رقم واحد البريك ووركس، اللي هي اعمال مين؟ اعمال الطوب، صح الكلام ده؟ طب هو بعد ما يخلص الطوب ايه اللي بيحصل مباشره؟ بيبدا النجار يركب الحلوق. ما نتكلم مع بعض عادي، ايه المشكله؟ بيبدا النجار يركب منها الحلوق. بس ده ما بيمنعش بتوع الكهرباء ان هم يركبوا الخلاطين بتاعت الكهرباء فين؟ في الحيطان، صح الكلام؟ وفي نفس التوقيت ما بيمنعش بتاع الصح ان يشتغل في مبدئي مين؟ السباكه جوه، صح ولا انا غلطان؟ يبقى معنى كده انه مجرد ما الطوب بينتهي بيبدا في 3 بريليمينري، اللي هم مين؟ بريليمينري كاربنتري ووركس، الكتريكال ووركس، سناتري ووركس. اعمال النجاره المبدئي اللي هي الحلوق، واعمال الصح المبدئي، والكهرباء المبدئي. لانه خلي بالك لما نيجي نتكلم عن نشاط الكهرباء ده مشكله شويه. اصل الكهرباء ده يعني كومبلكس قوي. ليه؟ اصل مش بيتم على مرحله واحده، ما بيتم على كذا مرحله، او بيتم على حوالي 3 مراحل. اول مرحله انه بيرمي الخراطيم مع الشده الخشبيه بتاعت السقف اثناء الصب، صح الكلام؟ تاني مرحله بعد ما بيخلص الطوب بيبدا يعمل ايه؟ يركب خراطيمه وشغله. بعد ما بيخلص الدهان والمحاره والكلام ده كله بيبدا انه يقفل. فبيتعمل على كام مره؟
تقريبا على 3 مراحل، فاحنا تسهيلا هنعتبره كم مره، كما لو كان مره واحده او مرتين دلوقتي. اتفقنا؟ تمام. صلى على النبي. طب هو هل ينفع يشتغل في المحاره قبل ما يخلص الثلاثه دول؟ الله، يعني معنى كده ان الطوب هيخلص، الثلاثه دول هيبداوا مع بعض بدون ممانعه. طب لما يجي يشتغل المحاره المفروض يبداها بعد ما الثلاثه دول مالهم. يعني معنى كده ان علاقه الطوب بالثلاثه دول فينش وستارت، الطوب يخلص يبقى الثلاثه دول مالهم، هيبداوا مع بعض كونهم بداوا مع بعض، يعني كما لو كانت علاقتهم ببعض ستارت تو ستارت. يعني ستارت تو ستارت، الثلاثه هيبداوا مع بعض. انتوا معايا؟ طيب مجرد ما الثلاثه يخلصوا يبدا في مين؟ في البلاسترنج. بلاسترنج اللي هي عباره عن مين؟ البياض، او لها اسم تاني اسمها مين؟ المحاره. يبقى البياض والمحاره الاثنين اسم واحد، خلي بالكم. طيب بعد ما يخلص المحاره هناك طريقان، يا يشتغل وبراحته، يا يشتغل ارضيات، يا يشتغل مين؟ دهانات. طب افضلهم ايه على الاطلاق؟ ها، يبدا دهانات وبعدين ارضيات. اسف، يبدا دهانات وبعدين ارضيات، دهانات وبعدين ارضيات، ده افضلهم. ليه افضلهم؟ انا قلت الاثنين صح، بس افضلهم ليه؟ عشان لو بدا الارضيات وبعدين اشتغل دهانات، الدهانات هتيجي على الارضيات تبوظها له، ويا سلام بقى لو الارضيات دي بورسلين بقى او بورسلين او ما شابه ذلك، باظت. فاهم معايا قصدي ايه؟ وخصوصا في الحاجات الحيويه، مباني الجامعات او الفنادق او الكلام ده كله، تبقى الارضيات برقم وقدره، فساعتها بدل ما يبوظها بالدهان ايه اللي هيحصل؟ يخلص دهانات وبعد كده يشتغل مين؟ ارضيات. طبعا الكلام ده بيتفاوت من شخص للتاني، ومفيش حاجه تقول لك اعمل دي الاول واعمل دي الاول، احنا بنقول ممكن كذا ممكن كذا. خلي بالكم من حاجه بقى، واحنا شغالين في البلاننج المره الجايه باذن الله تعالى، في نقطه هنتفق عليها، اللي انا بقوله مش صح ولا اللي انت هتقوله صح، لان احنا كل اللي بنقوله دي عباره عن مين؟ فروض. انا ممكن اعمل دي قبل دي، انت ممكن تعمل دي بعد دي، ممكن اشتغل اتنين على التوالي تشتغلهم على التوالي. افضلنا مين بقى على الاطلاق؟ اللي هينجز العمل ده في اقل مين؟ اقل زمان. يبقى البلاننج مش سيناريو، ده سيناريوهات بما لا نهايه. افضلهم انهي سيناريو؟ اللي يناسب الوضع وفي نفس التوقيت ينفذ في اقل وقت مين؟ ممكن. هو مين بيحط زمن المشروع في العقد من حق؟ مين اللي بيطلب زمن المشروع يخلص في سنه او سنتين او ثلاثه؟ المالك. وبناء عليه المقاول لازم ينفذ المشروع في الوقت اللي قال عليه مين؟ المقاول. هتيجي على المالك هتيجي تقول لي طب ما هو المقاول مش عارف. مع السلامه، في 100,000 واحد غيرك يجي ينفذ عنده امكانيات احسن منك. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ يبقى الموضوع خلي بالك، مشكلتنا في مصر ان انا بالمشروع بتاعي سنتين واروح حاطه سنه ولا خمسه بعدين اقول له ثلاثه، ولما يجي ثلاثه اقول له واحد، يبقى معنى كده الموضوع هيطلع 100% مفيش كواليتي. طيب خلص تشطيبات، او اسف خلص دهانات، بدا بعد كده في مين؟ في الارضيات، صح الكلام؟ بعد ما خلص الارضيات هيبدا في مين بقى حضرتك؟ يبدا بقى يقفل مين في الدور؟ هيقفل بقى في النجاره، يركب بقى الابواب الشبابيك، ويبدا يقفل كمان مين؟ الصحي، ويقفل كمان الكهرباء. طيب في اعمال بعد كده بقى، اعمال مين؟ اللي هي مين؟ اللي خاصه بالواجهات وخاصه بالمداخل بتاعت المبنى، اللي هي شغل السلالم والكلام ده كله. ده كله على بعضه ممكن اخده بالكامل واعمله في مين؟ في دبليو بي اس منفصل، هسميه مين زي ما اتفقت معاكم؟ الوركس، او الفيسنج مين؟ فيسنج وركس، اللي هي اعمال مين؟ الواجهات. اند اذر وركس، واعمال اخرى. زي اعمال مين بقى الاخرى دي بقى؟ الدرابزين بتاع السلم، صح الكلام؟ في عندي ايه كمان؟ كل شغل السلم، اعمال الاناره بتاعت المدخل، تمام؟ لو عايز يعمل مدخل جرانيت، عايز يعمل اي حاجه في الكلام ده اقدر اعملها له. اقدر كمان اعمل له لو عندي غرف سطح، اقدر اعمل له الدلوه فوق، اعمل له عزل السطح، كل الكلام ده ممكن المه في مين؟ مع بعضه في النهايه، لان الكلام ده كده 100% بيشتغل كما لو كان المشروع خلاص وقف على حيله، ووقف على مين؟ على وضعه الطبيعي كله. فاهمين معايا انا قصدي يا جماعه؟ طب الكلام ده عشان يتعمل على البرنامج، انا كده فهمت خلاص، فهمت ان في حاجه اسمها دبليو بي اس، وفهمت ان في حاجه اسمها مين؟ اكتيفيتي. بس ما بين الدبليو بي اس والاكتيفيتي في حاجه كمان جوه، الحاجه كمان اللي جوه دي بنسميها مين بقى؟ ورك باكج. يعني ايه ورك باكج؟ صلى على النبي. بص يا باشا، لو طلعت بيك تاني على هنا، يبقى الورك باكج ده اليمنت اكبر شويه من الاكتيفيتي، واقل شويه من مين؟ من الدبليو بي اس، يعني ما بينهم
انا دلوقتي لما قلت الكونكريت وركس فور الجراوند فلور، مش كنت حاطط تحتها 8 انشطه؟ طب انا مش كان ممكن اعمل ان الاربعه بتوع العمود دول اسميهم كده دبليو بي اس كده، الاربعه بتوع العمود دول اسميهم مين؟ الكولمز وركس فور جراوند فلور سلاب، صح ولا انا غلطان؟ طب اروح مسمي السقف مين؟ السلاب ورك، صح؟ اهو دول كده اقدر اسميهم ورك باكج. اللي هم كانوا جايين تحت مين؟ الكونكريت وركس بتاعت مين؟ الجراوند فلور. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ يبقى انا عندي في البدايه مين؟ معلش في البدايه دبليو بي اس. تحت انا بتكلم على مستوى البروجكت. عندي اول حاجه مين؟ الورك بريك داون ستراكشر الدبليو بي اس. بعده على طول ورك باكج. بعده على طول الاكتيفيتي. واضح الكلام؟ اتفقنا مع بعض انا قصدي ايه؟ ده كده مجمل الكلام اللي ممكن تتكلم فيه على مين؟ على المشروع. طب بلاننج ازاي؟ نخش على بلانفيرا ازاي؟ ده انا هتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله.